علي باشا إبراهيم، هو الباشا الذي صار أول عميد لكلية طب قصر العيني وفتح الباب أمام الفتيات لدراسة الطب. ولد في الإسكندرية عام 1880 لأب فلاح عصامي من كفر الشيخ. حصل على المركز الأول في الشهادة الابتدائية من مدرسة رأس التين الأميرية عام 1892. في بداية عمله بالطب ساعد في مواجهة مرض الكوليرا وحد من انتشاره لينقذ حياة آلاف المصريين. استطاع أن يعالج السلطان حسين كمال فأنعم عليه بلقب جراح استشاري الحضرة العليا السلطانية. في عام 1940 تم تعيينه وزيراً للصحة، وبعد خروجه من الوزارة عين مديراً لجامعة فؤاد الأول وتم انتخابه لعضوية مجلس النواب. ساهم في تأسيس نقابة الأطباء وصار أول نقيب لأطباء مصر، وأسس مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة. في يناير عام 1947 رحل عن الدنيا وصلى عليه مئات المصلين، وفي مقدمتهم الشيخ مصطفى عبد الرازق.